بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في واقع الحال، كثير من الأحيان الناس عندما تتكلم معهم أنه هذا الأمر صحيح أو هذا الأمر غلط أو هذا الأسلوب ليس مناسبا، هذا الأسلوب حراما، أكثر الناس يتعذرون ويعتذرون على أنه سيدنا كل الناس هالشكل، والمجتمع هالشكل، أو الوضع هكذا. فعندما تنصحه، عندما توجهه، عندما تنهاه عن المنكر أو تأمره بمعروف، يعتذر بالمجتمع، يعتذر بالناس. إحدى الأخوات تتصل تقول أنه زوجي يتصرف تصرفات غلط، وأقول له أنه هذا مو صحيح. يقول كل الرجال هالشكل، كل الشباب هالشكل، وكأنما الشباب والرجال والمجتمع والناس هم ماذا؟ هم المقياس. وهذا في واقع الحال خطر، خطر وخطأ كبير. للأسف هذا حسب تعبيرنا العقل الجمعي أو التوافق الجمعي والحشر مع الناس، وأنا أعتبر أن الناس كلهم على الصح وأنا أكون معاهم، أو أنه أنا ليش أنفرد عن الناس، والإنسان ابن مجتمعه أو ابن ساعته. وهذه التعابير وهذه الاصطلاحات وهذه القضايا في الواقع هي مهلكة الإنسان، مهلكة كبيرة للإنسان. أنا أرجوكم يا إخواني وأخواتي، أرجوكم أنه تعالوا شوفوا القرآن على ماذا يؤكد. يعني القرآن الكريم شنو اللي يضع في الحسبان الناس والمجتمع أو الفرد؟ الإنسان نفسه أو المجتمع؟ التوجه وين؟ توجه إلى المجتمع كجماعة أو الفرد كفرد؟ تشوفوا الآن الآيات القرآنية شلون تتكلم، وحاول أنه استعرض الآيات في القرآن الكريم. شوفوا، تقول الآية فمن أبصر فلنفسه. اللي على حال يلتفت واللي يعي والذي على حال يتوجه إلى الأمور، توجه لنفسه وتفيده، وعيه لنفسه، بصيرته لنفسه، التفاتته لنفسه، يعني هو اللي راح ينتفع. فمن أبصر فلنفسه، هو راح يستفيد. بعد، من عمل صالحا فلنفسه. شوفوا، يقول أنت سوي اللي عليك، واللي أنت اللي راح تستفيد، وأنت اللي راح علي حال تغتنم وتستثمر. من عمل صالحا فلنفسه. هاي شوفوا كلمة فلنفسه أو نفسه، شوفوا شقد مهمة. من شكر فإنما شكر يشكر لنفسه. يعني لما أنت تشكر الله، الله يزيدك إلك. يوم اللي تشكر المحسنين فهي في نفعك وفائدتك. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. شوفوا، أنا اللي أعدل نفسي وأنا أهذب نفسي وأنا أعدل نفسي وأنا أربي نفسي، فأنا اللي راح أستفيد. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. الآية الأخرى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هاي آيات إخواني من سورة فاطر، من سورة لقمان، من سورة الجاثية، من سورة الأنعام، هذه سور قرآنية. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. تجاهد خلص أنت تستفيد، أنت تتعب أنت راح تستثمر. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. بعد، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه.
اللي يسمع حكاية واللي عليه حال يمشي عدل واللي يغير طريقة إلى الصح، فهذا هو اللي راح ينتفع، هو اللي راح ينتفع. الآخرين شنو شو يقولون، هم في أي طريق، هم ماذا يفكرون، هم ماذا عليه حال يتصور، هذا مو مهم، هذا مو مهم. الآخر لا يقرر مصيري، أنا اللي أقرر مصيري. الآيات كلها هيك تتكلم. بعد ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الإنسان اللي بخيل يضر نفسه، الإنسان الكريم ينفع نفسه. بعد فمن نكث، نكث يعني تعاهد وعلى أي حال نكث عهده وأقسم وحلف وبعدين يخالف يمينه وحل وعلى أي حال وقسمه، يقول ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، أنت راح تضر نفسك وأنت راح تجر المشاكل إلى نفسك. ومن يكسب إثما، اسمعوا، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. الموزين موزين، موزين النفس موزين. فلذلك الآيات هاي كلها شو تقول؟ تقول يا جماعة المسؤولية الإلهية والشرعية علينا هي مسؤولية فردية. شنو يعني فردية؟ يعني كل واحد عليه أن يمشي عدل. أس المجتمع كله يسمع كلام أو كذا، هذا شيء جيد، بس كل واحد مسؤول عن نفسه. أنت 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 أنت، هذا لما نصير كنا إحنا وكل واحد يشوف نفسه في النهاية، يعني يراقب نفسه في النهاية، المجتمع كله مراقب نفسه. فالمسؤولية، فالمسؤولية القرآنية والمسؤولية الدينية تلقى وتوضع على الفرد كفرد. وحيقول لا المسؤولية على المجتمع كمجتمع، لا 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 لا، مو المجتمع كمجتمع، المسؤولية كفرد. الفرد إذا هو كل فرد يقوم بمسؤوليته تصبح القضية شنو؟ قضية اجتماعية. فالمسؤولية فردية، وكل واحد يتحمل مسؤولية عمله، وكل واحد يتلقى نتائج عمله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعلي حال فعليها، فأنتم تتحملون نتائج أعمالكم كأفراد. وفي واقع الحال يوم القيامة أيضا الحساب حساب فردي، ماكو واحد يلا آل فلان تعالوا، ماكو هالشكل شيء. كما أن المسؤولية في الدنيا للأفراد، أنا نعم والدي أيضا إلا مسؤوليته، أم والدتي إلها مسؤولية، إخواني أولادي بناتي كل واحد هو. فخل أقول كلمة بصريح العبارة، الله حملنا مسؤولية فردية، كل واحد يتحمل مسؤوليته، ويوم القيامة كل واحد يجازى بعمله لا بعمل غيره، بعمله. فالحساب يوم القيامة حساب فردي والمحاسبة فردية. تقول سيدنا مو شلون ذول اللي أذونا كذا، كل واحد سيحاسب بعمله ويحاسب بفعله الذي قام به. قد واحد يقول زين سيدنا احنا ما نعذر يوم القيامة، يعني الله ما يعطينا عذر انه المجتمع كان تعبان، هذا مسكين صار تعبان. لا لا يعذر الإنسان، لا يعذر الإنسان إذا قصر بأن الآخرين كانوا مقصرين. والله ليش ما صليت؟ والناس كلها ما كانت تصلي، لا تصلي أنت ليش ما صليت؟ ليش ما تحجبتي؟ والله كل البنات كانن سفور، خليصن سفور أنت ليش؟ يعني عدم الالتزام والتسيب والفساد الاجتماعي هذا مو عذر أن أنا أصير مثلهم. ولذلك بعض الناس يقول سيدنا احنا شو نسوي بعد كل قرايبنا هالشكل، كل عشيرتنا هالشكل. الجواب عشيرتك ليست مقياسا، وعشيرتك ليست ممثلة للدين والشريعة. انت لابد ان تمشي بشكل صحيح. نعم اذا كان هناك امر حق وامر معروف وامر صح، نعم انا معهم، انا مع الصالحين، مع المتقين، مع المؤمنين.
أما والله أكو إجراء غلط تقوم به العشيرة، أنا أركض وياهم والله فزعة، الفزعة لا تكون فزعة مطلقة، إنما الفزعة إذا كانت في سبيل الله، والفزعة في سبيل الدين، الفزعة في إصلاح الأمة، إصلاح المجتمع. أما والله يلا تعال نروح نضرب، تعال نروح ما أدري شو نسوي، هذا لا يجوز شرعا. الإنسان مسؤول عن نفسه قبل غيره. بل الآيات الكريمة تتكلم عن الإنسان أنه أنت ما مسؤول عن والدتك، أنت ما مسؤول عن والدك، إيه كل واحد هو. لذلك بعض الأخوات يتصل سيدنا والدي ما ملتزم، والدي ما يخمس، والدي ما أدري كذا. أنت عليك بنفسك بابا، أنت عليك بنفسك، والدك هو يوم القيامة سيحاسب بعمله. فلذلك حتى أنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يتكلم على أنه الولد على حال يهرب من والده، ووالده تلجأ إلى ابنها، ابنها على حال يتركها. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وكل واحد يشرد من الآخر. ليش؟ لأنهم أنا شنو؟ أنتوا ما كنتوا خوش وادم، أنا ليش؟ فكل واحد يبدأ تعال أنت سعفني، أنت على حال توسط لي. ماكو لا واسطة ولا على حال شفاعة، إيه ماكو شفاعة بهذا النوع اللي أي واحد تعبان تعال اشفع له. لا، الشفاعة تكون بإذن الله، والشفاعة تكون لمن أهل الشفاعة، والشافعين والمشفعين، وعلى حال الذين هم يقومون بالشفاعة أولئك الذين تكون لهم أرضية ذلك ورضا من الله وقبول من الأئمة والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لذلك لا تأخذكم هذه الهوسة، والله إحنا ويا الجمعية، إحنا ويا الناس، إحنا ويا المجتمع. وللأسف يعني واحد صالح، يعني أقولها بصراحة، واحد من المؤمنين صالح، يعني إنسان متدين، شفته طلع عن الطريق، قلت له أسفي عليك. قال سيدنا على ماذا تأسف؟ الله شاهد، على ماذا تأسف؟ قلت له أسف على أنه أنت طلعت عن الطريق. قال سيدنا هي باقي علي، شوف عبارته، هي علي بقت كلها هالشكل. قلت له يعني كلها هالشكل لازم أنت تصير أيضا مثلهم؟ إذا كلهم يختارون النار أنت لم تختار النار؟ شنو هالمنطق هذا؟ قال سيدنا بعد الدنيا هالشكل. قلت له زين قول، قول أنا سقطت بالامتحان، لا تقول، لا تبرر، قول أنا سقطت بالامتحان، أنا مو قدها، أنا على حال كنت أرفع شعارات بس تبين لا أنا إنسان ضعيف وإنسان على حال غير قادر على أن أقف أمام نفسي الأمارة بسوء. اعترف، اعترف بأنك إنك إنسان ضعيف، إنسان فاشل، إنسان متخاذل أمام على حال أمام أمر الله سبحانه وتعالى. أنت مو إنسان مجاهد. المجاهد يجاهد نفسه في سبيل رضا الله، يجاهد نفسه في سبيل إيصال اللقمة الحلال لأهله. أما أنت إنسان اللي ضعيف وبعدين يقول والله سيدنا هي بقت علي، إيه نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل. ما يضرك اللي يضل واللي يتعب واللي يطلع واللي يسقط، هذا مو مقياس. أنت شنو؟ أنت شنو؟ أنت مسؤول عن فعلك، أنت مسؤول عن فكرك، أنت مسؤول عن تصرفاتك. وهي الآيات اللي قرأتها، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن شكر إنما يشكر لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. جاهد شنو كله؟ نفسه، نفسه، نفسه. من يعني نفسه؟ يعني عشيرتي؟ يعني المجتمع؟ يعني والله قرايبي شي يقولون؟ لا، أنا شلوني؟ والله لو الدنيا كلها تعبانة، واحد من الأخوة المجاهدين وعلى حال هو يقول سيدنا
الكبار مالتنا فسدوا. قلت له خلي يفسدون، انت ليش؟ لو الدنيا كلها كبارنا وصغارنا وما ادري ايش، انتوا ما شفتوا كبار الصحابه في زمن رسول الله نكثوا نكثوا، بس اللي بقى بقى على العهد، بقى على العهد، من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شلون نقدر احنا نكون من المؤمنين الذين لا يبدلون تبديلا؟ هذا يحتاج الى عنصرين مهمين. الاول، العنصر الاول البصيرة الواضحة، أن أفهم الأمور بشكل جيد. اثنين الصبر، البصيرة والصبر، أكون واعي، هذا بصيرة نسميه الوعي، نفهم المعادلات، نفهم القضايا، نرجع إلى أهل الدين وإلى الحوزة وإلى المرجعية، نفهم الأمور. اثنين أن نصبر، نصبر على ما تواجهنا الدنيا من إغراءات ومشاكل ومثبطات هذه، واللي يصبر عليه حال يصبر يفوز، واللي عليه حال ينكث فإنما ينكث على نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. واقعا شهر رجب شهر فضيل، إنسان شوي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يا رب بصرنا أنفسنا وعيوبنا، يا ربنا اهدنا اهدنا، وعلي حال لنكن من الثابتين بمحمد وآله الطاهرين. نعم، عندي حازم، تفضل أخ حازم. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مولاي. هاي رصيد مثلا تبيع وتشتري، رصيد تشتري حلال حرام؟ تشتري رصيد شنو؟ أشتري الفارس مثلا 5 وربع، إيه يعني الجد داخل علي يصير حلال حرام؟ تبيع للآخرين يعني بربح؟ إيه يعني يأخذون علي ربح. وبالدين لو بالنقد تبيعه؟ لا بالنقد، نقدا يعني. شكرا مو شكرا. انا ابيعك ناس يبيعون اذا استفسر. بلي واضح، شكرا شكرا. الاخ حازم يسال عن نعم احمد، تفضل احمد. السلام عليكم. احمد ارفع صوتك شوي خل اسمعك اذا ما في زحمه. شلونك مولاي؟ حياك الله، بارك الله فيك. الله يبارك سيدي مولاي حبيبي. سيدي طب سؤال. تفضل يا اخي. زاد فضلك سيدي. بالمنام يعني بالرؤيه. رؤيه منام شايف؟ اي يعني بالرؤيه حلمت في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني انا في الواقع لست مفسرا للرؤى والاحلام يا احمد. نعم نعم، وان شاء الله يكون خير وبركه. ان شاء الله يكون خير وبركه. مشكور الله يعني. هل هذا الرؤيه زينه يعني؟ ان شاء الله بشاره يا حبيبي، ان شاء الله بشاره لك ان شاء الله. نعم، خلي اجاوب الاخ حازم. الاخ حازم يقول انه انا اشتري الرصيد أو أبيع رصيد، يمكن لي أو ما يمكن لي. أخواني، الرصيد إذا إنسان يبيعه بالنقد ما في مشكلة، أشتريه بسعر وأبيعه بسعر ما في مشكلة، تجارة ولكن بالنقد يعني أنطيه وأخذ فلوسه. أما إذا أبيعه بالدين يعني أنطي الرصيد يقول لي والله أعطيك يا آخر الشهر أو إن شاء الله على الراتب. إذا تبيعون الرصيد بالدين اللي يسموه بالآجل، بالأجل يعني، هنا سماحة السيد عند احتياط أنه لا يجوز. سماحة السيد لا يجيز بيع الرصيد بالدين بالآجل. يقول تريد تشتري اشتري نقد، سلم واستلم. أما إذا تشتري بالدين ارجع إلى غيري. سماحة السيد يقول ارجع إلى الفقهاء اللي هم الأعلم من بعدي، هم اللي عليه حال شوف يجوزوا لك هذا الأمر أو لا. واضح حبيبي؟ نعم. مصطفى تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أنا أريد رقمك بعد البرنامج، عندي اتصال وياك. تريد رقمي؟ على أي حال الأخوان ما أدري، أنت يعني ما عندك تواصل مع المؤسسة؟
لا لا بس انا قاعد اتصل علي هذا، بس اريد رقمك اللي اتصل عليك بعد البرنامج. يعني على الواتساب، الواتساب ارسل لي رسالة على الرسالة على الواتساب خدمتك، يعطوك الاخوة رقم الواتساب. لا هو يعني هو اخذ الرقم مالتك على الواتساب غير. ما يخالف ما يخالف، حياك الله. نعم متصل. رعد تفضل اخ رعد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله. تحياتيكم سيدنا. سيدنا في السؤال. نعم تفضلوا. انا قبل فترة رحت لبغداد، انا ساكن بقضاء بلد. قبل فترة ايش؟ رحت لبغداد. اي سافرت بغداد. اي يعني ورا اذان الظهر. بعد اذان الظهر. اي اذن علي المغرب انا ببغداد. دخل المغرب وانت في بغداد. اي اذن انا ببغداد، رجعت يعني البلد يعني اصليها تمام لو قصر. رجوعي بدون صلاة اصلي قصر لو اصليها تمام. واضح واضح. شكرا سيدي. حياك الله حبيبي رعد، بارك الله. رحمن او رحمة وياي. سيد رحمة. سيد رحمة. سيد رحمة تفضل. العام افطرت 17 يوم من رمضان. افطرت 17 يوم من رمضان. ايه وقال الدكتور، قال لا صوم 3 ايام وافحص، وقل ما استمريت ما قدرت افطر، صمت 13 يوم تأذت كلى مالتي كلش. وهسه جاي اريد اصومهن، كل ما اصوم يومين كلى مالتي توجعني. بني. كل ما اصوم يومين تأذيت كلش هسه كلى مالتي. يعني احتمال هو قال لي ترفع الكلى مالتك اذا اصوم. هسه انا بهالحاله ايش راح اسوي؟ واضح يا سيد رحمة. يعني ان شاء الله تعالى الله يعافيك، انا ابين لك المسألة الشرعية. مشكور يا سيد رحمة، مشكور. نعم. في الواقع الأخ رعد يقول أنا طلعت من بلدي يعني من مدينتي وإلى بغداد، وعلى حال صار المغرب وأنا في بغداد وما مصلي يعني، فرجعت للنجف أو رجعت لبلدي ما أدري مدينتي، فش أصلي؟ أصلي قصر أو تمام؟ حبيبي شوف، أنت وين ما تريد تصلي، أين تريد أن تصلي، تصلي في بغداد صلي قصر، صلي بيتك صلي تمام. مو مهم عندي أو مو مهم عند الفقهاء أنه وين حلت الصلاة، متى وجبت الصلاة، ووقت الصلاة سواء وجبت علي وأنا ببيتي، أنا في النجف وأذن ما صليت، رحت الكربلة أصلي قصر، محلت علي أنا ببيتي أنا في النجف. يقول مو مهم وين تحل عليك الصلاة، المهم أين تصلي، المهم مكان الصلاة. إن كنت مسافرا فتصلي قصر، إن كنت حاضرا تصلي تمام. واضح؟ فلذلك الإنسان إذا انقضت عليه الصلاة، مثلا صلاة الظهر والعصر راح البغداد وما صلى، راح البغداد وما صلى، نقول له وين حلت عليك الصلاة؟ يقول حلت علي الصلاة ببغداد، وطلعت علي الصلاة ببغداد، يعني أنا بالظهر كنت ببغداد وأذن المغرب أنا ببغداد وما صليت، الآن بدي أقضيها، أقول له قضيها قصر، أنا بالنجف. يقول أقضيها قصر، ليش؟ لأن حلت عليك قصر وانقضت عليك قصر، فبقيت عليك قصر. واضح؟ أما إذا أنت بالنجف حلت عليك الصلاة، حلت عليك الصلاة ولازم تصلي تمام، ما صليت، رحت إلى بغداد. واضح؟ هنا تصلي ببغداد قصر حتى لو حلت وين؟ بالنجف. فالمناط والقاعدة أنت أين تصلي، المهم مكان صلاتك اللي تصليها، مو زمان حلول والصلاة ووجوب الصلاة. حسين تفضل. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد والدك دائما تحلم زوجة إمام حسين تخدم، شو غاية من أسير؟ يعني عندك قضية حلم، حلم الوالدة. نعم. إن شاء الله خير وبركة، أنا مو مفسر أحلام بس إن شاء الله خير وبركة، حياك الله بتي. نعم علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا عندي سؤال بلا زحمة. نعم. في ظل أزمة
سعر صرف الدولار هاي الحاليه هسه الصايره. انا اقدر احصل الدولار تقريبا 147 من البنك المركزي يعني بهذا السعر. يعني ويجوز ابيعه ب 170 سوى صار واصل 170 168 169 هاي هي. تجاره شرعيه غير شرعيه. هي شنو وحضرتك يعني شنو رايك بهاي الوضع مال ارتفاع سعر صرف الدولار؟ خير ان شاء الله. هو بحثي بحثي فقهي. نعم. وليس البحث بحث فقهي يعني ليس سياسي. نعم. ولا اقتصادي. ولكن عموما. نعم. انت تقول انا حصل الدولار ب 147 جواز. نعم. عندي وتذكره وفيزا وينطوني وانا اروح ابيع. نعم. برا ما راح اسافر. نعم ما راح اسافر انا فرضا انا عندي جواز او فيزا او تذكره يعني اسويها اسوي هالقضايا هذه حتى تحصل لك كم فلس في البيع والشراء. تمام. وعندي سؤال ثاني بلا زحمه. تفضل. عندي بي بي تي مره كبيره. بلي. كانت قبل تشتري جيمر من مره من السوق. بلي. فيعني مثلا اذا هي مثلا مطيتها فلوس على قدر ربع كيلو. بلي. هي تلح على المره يا بخلينا بعد خلينا بعد. بلي. فالمره تخلي بعد تجوز كانت تستحي تنحرج كذا. ففتره وتوفت ام الجيمر هسه. بي بي تي قاعده وتلطم. ليش؟ هاي شلون يعني دينبها ضميرها. شلون؟ ضميرها دينبها يقول يعني يجوز انه حرام انك تاخذ يعني منها. احرجت ذيك بياعة الجيمر احرجتها واخذت منها زيادة. يعني يجوز. واضح. مشكور مشكور علي. ام منتظر تفضل. وعليكم. تفضل يا ام منتظر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي انا على مود اخوي الكبير مش امشي له وش اسمه هو يروح وهنا بالصيف عزمته ثلاث مرات بس هو ما يمر بي ابد ما يجيني. بلي. وش اسمه قلت انا وبالصيف والله اخذت فروخ ومشيت لي دقيت الباب هو بعيد عنه بس هسه هو ما يجيني يروح ويرد لحنا بس ما يمر بي ابد. وقلت انا بعد هم ما امشي له عنهم هاي بعد صرت خاسره الرحم قلت بعد ما اوصله ابد. واضح ام منتظر ان شاء الله ابين الجواب. مشكوره. سيد وردك تدعي لابنك كبير شويه مريه. الله يعافيه بحق الحسين. الله يعافيه ان شاء الله. بارك الله فيك. عباس تفضل. عباس. عباس انا عندي صرع. نعم. صرع عندي ودفومه يصير لا. صرع عندك صرع؟ إيه؟ مرض صرع؟ اي. عافاك الله. انت مجرب الصوم؟ مجرب الصوم. وشلون كان لما جربت هي صوما يعني جاي الصوم وشوف وضعك زين يعني ما عندك مشكله؟ لا ما عندي. الله يعطيك العافيه عباس حبيبي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اجابك. نعم. علي تفضل يا علي. علي تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا اخذت قبل يومين اخذت مليونين وقلت له او قلت لخالي سلمان قلت له ازيد 15 يوم ازيد لك اياها وهذه فوقها يجوز يعني. عفوا اخذت مليونين قبل يومين. ايوه. وعلى اساس ترجع شنو؟ ارجع النجوم سنه بسنه فمنها من ذاتي انا اعطيه هديه. من يمك تعطي هديه لو اشترط عليك إيه. الهديه؟ لا 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 بدون شرط. اعطيه هديه. واضح علي ان شاء الله اجاوبك جواب واضح ان شاء الله هم تستمع له. مشكور. اشكرك مولاي اشكرك حبيبي. نعم. أجاوب علي؟ إيه جاوب. الأخ السيد رحمة. سيد رحمة عنده مشكلة في الكلى والعام الماضي راد يصلي في واقع الحال عفوا راد يصوم ما قدر الطبيب قال له للصوم بس هو 13 يوم من رمضان صامهن بالقوة وأفطر 17 يوم من رمضان الآن يريد يقضي. سيد رحمة الآن يريد يقضي ما جاي يقدر يقول بيني ما بين الله ما جاء أقدر. يا أخي يا سيد إذا أنت مريض مو واجب عليك الصوم مو واجب عليك الصوم والقضاء هم مو واجب عليك إذا أنت عندك مرض مزمن. المرض المزمن يعني أنت على حال صحتك تدهور. فشنو اللي يسوي؟ اللي يسوي عن كل يوم 17 يوم عن كل يوم 3 أرباع الكيلو طحين 3 أرباع الكيلو من الطحين تنطيل الفقير. مال 10 ايام ايش قد يصير؟ 7.5 والسبع ايام تقريبا يعني تقريبا يصيرا حوالي 12 كيلو طحين تنطيل الفقير.
احسبها انت، انا سموه بالي لين بيه كسور 700 وخ... يعني 3 ارباع الكيلو عن كل يوم 17 في 3 ارباع الكيلو، شوف ايش قد يطلع انطيه للفقير. واضح؟ الله يعطيك العافيه. ابو علي تفضل. ابو علي؟ نعم تفضلوا. سيدنا العزيز حياك الله ابو علي تفضل. الله يسلمك سيدنا. انا بقال. نعم بقال بقال مال بقاله. بقال نعم رحم الله والديك سيدنا. هذا الزرع فيه غش هوايه سيدنا. الزرع فيه غش هوايه، يعني نشتري من العلوه مالت المخضر بني ونجيب نحطه بالمحل مالتنا بني يطلع بيه غش هوايه، يعني بيه هوايه تعبان والله تعبان هوايه بيه، يعني كلش معاناته يعني مو طبيعي. زين احنا يعني احنا نخليه وتلقط الناس من عنده بني. اي يعني شنو اشكال هذا يعني سيدنا؟ ابو علي حبيبي، انت لما تجيب صندوق الطماطم تجيب صندوق الطماطم تقول سيدنا بيه خايس حشاك وبي تعبان وبي ممرود، انا شو اسوي سيدنا؟ الخايس يعني والله انتبه، يعني مهما تكون انتبه. واضح بس تقول شنو اللي اسوي؟ راح انا اقول لك يعني الناحيه الشرعيه راح ابينها لك شلون تقدر انت تخلص الى شرعيه ونفس الوقت هم تترزق الله و... الله الحمد لله والشكر، الله مرزقنا نعمه خير من الله ونطي اكثر من حصلنا وخير من الله ما شاء الله. بس في اشكالات احنا نخاف من الاشكالات. الله يعطيك العافيه ابو علي على هالتوكل على الله والشكر اللي عندك. نحمد الله ونشكره، يعني لطينا اكثر من حصلنا والحصلنا اكثر من لطينا، بس هالاشكالات خايفين منها. بارك الله فيك بارك الله فيك حياك الله. نعم زين نجي الى الاخ حسين. حسين عنده حلم والدته على حال ان شاء الله خير وبركه. علي يقول صرف الدولار، انا اروح اخذ فيزا واخذ تذكره واروح اخذ دولار 146 او 147 زين، وبعدين اروح ابيعه بالسوق ما اسافر، هاي بس قضيه شكليه. شوف أخي الكريم، هذا الدولار اللي خاليه بهل سعر لشروط، وانت الشروط تهيئها هسه تسافر مسافر مو مهم. تقول أنا سيدنا عندي حق كل سنة كل مادة 6 أشهر أريح أشتري هذا الدولار بسعر مفضل بعنوان أني أسافر، بس ما أسافر أنا أريد أستفيد. يظهر لا إشكال فيه، يظهر لا إشكال فيه إذا كان الإنسان عليه حال يشتري دولارا، لأنه من حقه أن يشتري ما دام عنده الشروط الصحيحة، مو تزوير أروح أزور فيزا أو أزور كذا، لا أشتري تذكرة وعندي فيزا وأروح أشتري، لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. عدنان تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي بدون زحمة عندي سؤال. نعم سؤالي أنه أنا عندي رصيد من مصرف سيد بني، وما اعرف انه شلون هاي بين حلال بين حرام، هاي ارباحين اي مصرف حكومي لو اهلي؟ لا مصرف حكومي. حكومي يعطوك ارباح عليه؟ يعطوك ارباح عليه؟ نعم سيدنا. ماذا افعل بالارباح؟ ان شاء الله ابين لك السؤال، ان شاء الله ابين لك الجواب. مشكور حبيبي عدنان. أبو زهراء تفضل. أم زهراء لو أبو زهراء؟ أم زهراء تفضلي. أم زهراء تفضلي حياكم الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك انقطع أم زهراء، غير مكانك لو سمحتي، غير مكانك. سيدنا أنا عندي ابني عمره 11 سنة وعنده كلية واحدة يعني من الولادة، كلية واحدة، وصار له سنتين يصوم ويانا شهر رمضان، مرات اشجعه مثلا حتى لا يفطر، مرات مثلا يفطر على نصف اليوم مو يفطر، يعني هم بي اشكال شرعي انه اذا خاف يأذي جوز يتأذى اذا شجعته على الصيام.
الله يطيل عافية لابنك ويسلمك وإن شاء الله تعالى يريكم الخير والصحة والسلامة إن شاء الله. أجاوب على السؤال يعني حتى الأيام اللي يعني المستحبات هم يصومها يحاول يصوم ويانا الله يحفظها يعني أشجع على هذا الشيء لو خاف بي إشكال علينا. أنا أجاوب إن شاء الله والله يقر عينك فيه يعني يقر عينك فيه إن شاء الله تعالى. زهراء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أريد أسألك شلون صارت والدتك والله ندعي لها يعني. أشكرك أنه تسألين عن والدتي. والدتي في الواقع تحتاج دعائكم يعني كلش وضعها تعبان والله ندعي لها كلنا ندعي لها كلش خلينا لها بطارية لقلبها بس يظهر أنه عندها مشكلة بالكلى وعندها مشكلة بالرئة. دعاكم ما على حال مؤثر جدا إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله. يعطيك العافية زهرة. أنا اتصلت الحلقة الفاتت قلت لك اتصل العفو ادعي لجارنا حتى الحمد لله سوى العملية وإن شاء الله زين الحمد لله. أشكرك بارك الله. أنا عندي سؤال سيد. تفضلي. أكو واحد من أقاربي يعني من أرحامي بني ما ملتزم ويسوي أخطاء. هو شاب يعني صار عمره 30 بني أخابر أني قلت له يعني توب وهذا الشهر فضيل صوم وصلي وربك رحيم. يقول لي يا بدر روحها ثاني. نعم يعني يقول يعني مأيس من رحمة الله مأيس. يقول لي أنا ما 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 أتوب. قلت له ربك رحيم ربك غفور أسولف وياه. هو يعني شارب خمر يمكن بس مو هواي مو كلش يعني ذيك الساعة. ايش قد عمره زهراء؟ ايش قد عمرها؟ ايش قد عمرها؟ عمره 30 30 ما ملتزم يوم يصلي 10 لا وبرمضان ايام يصوم ايام لا. فانا دائما احكي عليه ما يسمع يعني مني قلت يعني يوم اتصل عليك وانت اسمع. هو مدمن على شغله؟ مدمن على شغله معينه؟ لا لا ما مدمن والله وقلبه طيب وحنين بس هو اصدقاء سوء والدور غير طريق. ان شاء الله انا اتكلم معاه اذا يسمعني او سجلي الجواب اللي انا اجاوبك حتى يسمعه ان شاء الله. وبعد شغله عندي تفضلوا. واني عندي 4 بنات ربي يحفظهم ويحفظ شيعة محمد ومل تعبانة على تربيتهم متدينات وحاليا حامل وبس معوا يعني اقارب زوجي حامل وبس لا تجيب لنا بعد ابنه يوم ما اعرف ايش سيد يعني انا شو اسوي هاي رب العالمين ما بيد شيء. واضح اخت زهراء ترى الناس على حال كل واحد يحكي من يمه ولكن انت صاحبة دين وبصيرة ان شاء الله تعالى ما تهمك هالكلمات ورب العالمين هو الرزاق يرزقنا أناثا ويرزقنا ذكورا وعلى حال احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقك ذرية صالحة المهم صالحة تقر عينك ان شاء الله تعالى. مشكورة. خلي اجاوب اخ علي لان وقت ما عندي اتصالات كثيرة. أرجع الأخ علي. أخ علي سألني عن دولار وأجبته وعنده سؤال عن جدته يقول الآن الدق وتلطم. ليش الدق وتلطم؟ يقول كانت تشتري جيمر من وحدة بياعة جيمر. هاي المسكينة تشتري ربع كيلو يقول خليلي وهاي المسكينة العربية اللي تبيع الجيمر تقول إحراجا مني كانت تضيف لي تخليلي من الجيمر الإضافة. توفت أم الجيمر هسه هاي الجدة تقول متأذاي وتبكي وهذا أنه أنا شلون كنت أجبرها تخلي جيمر بالمستحى أو بالإحراج أو محرجة وهذه أنا شو أسوي هسه؟ أقول لها يا حجية على أي حال إن شاء الله هي راضية إن شاء الله هي راضية وانطتك برضا بس تعالي سوي فتح حاجة جاء أقول لك الآن أنا سوي ثواب إلها وهذه راح هي ترتاح بقبرها. اشتري ليش تمرات وزعيها بروحها زين قري لها قرآن بروحها انطي صدقة للفقير بروحها وهذا يسرها كثيرا وسيجعلها راضية ومرتاحة ويدخل عليها السرور في قبرها بسببك. ليش تقعدين تبكين؟ لا تبكين إن شاء الله هي راضية بس سوي لها خيرات وهذا يؤثر في روحها وهي في قبرها.
أم منتظر تقول أخي الكبير كل ما أذهب إليه وأزوره هو مقاطعني ما يجي ما يجي، وكأنما أنا بس أنا اللي أروح له وهو ما يرد الزيارة وما يجيني، وأنا مصممة مقررة أن ما أروح إليه بعد. لا يا أختي، لا يا أختي، أم منتظر الأحاديث الشريفة شو تقول؟ شو تقول الأحاديث الشريفة؟ لما أتكلم عن صلة الرحم شو تقول؟ صل من قطعك، صل من قطعك، اللي قاطعك روح له. إيه، أما اللي يجيني، اللي يجيني وأروح له، هذا مو حسب تعبيرنا مو فن، يعني مو امتياز أن أنا اللي يجيني أروح له واللي يسأل عني أسأل عنه، هذا مو امتياز. الامتياز أن أذهب لمن خاطعني، أن أحسن لمن أساء إلي، أن أتواصل مع من على حال يبتعد عني. هذا هو يعني البركة والمفخرة في هذا. وأنت صاحبة على حال صاحبة جميل وصاحبة منقبة، منقبة منك أنه أنت تصلين رحمك وإن كان الرحم قاطعك، مو مهم يجيك، مو مهم، روحي له. الله يبارك فيك. عباس عنده مرض صرع يقول أقدر أصوم وأنا جاي أصوم؟ حبيبي الصرع يعني لا يؤثر فيه الصوم، وخصوصا أنت مجرب وتشوف نفسك تجاه الصوم والجوهم جيد، والله سبحانه وتعالى أنا أدعو لك بحق صاحب هذا الشهر الكريم، صاحب هذا الشهر الكريم الإمام أمير المؤمنين بعد كم يوم ميلاده، إلهي بعلي عليك أن تعافي أخونا الأخ عباس مما هو فيه من المرض، وجميع المؤمنين، وجميع المؤمنين أن تعافيهم وتدخل على قلوب أهلهم الفرحة والسرور بعافيتهم يا رب العالمين. إن شاء الله صوم يا أخي وما عليك شيء إن شاء الله تعالى. علي يقول قبل يومين أخذت 2,000,000 دينار من واحد قرضة، يعني دين، بعد مدة راح أرجع له إياه، بس أنا ناوي أن أخلي عليه شيء، أن أخلي عليه شيء. أنطاني 2,000,000 وما قال لي ترجع لي إياه وكذا، قال لي هاي في سبيل الله أخذها كقرضة حسنة، بس أنا أريد أرجع له إياه مثلا 2,100,000، أخلي فد 100 عليها بدون أن يشترط علي. الجواب هذا مستحب، أكرر، هذا مستحب أن الإنسان إذا أحسن إليه أن يرد الإحسان. وحيقول سيدنا هذا مو ربا؟ لا، الربا إذا اشترط علي، قال لي ما أنطيك إلا أن تنطيني، ذاك ربا. أما أنطاني، القرآن شي يقول فإذا حييتم بتحية، وشيلو لا، قال لي السلام عليكم، فأنا أردها شنو؟ مرة أقول عليكم السلام، مرة أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فحيوا بأحسن منها. أنا أرد الإحسان بإحسان، والإحسان أرد شنو؟ بإحسان أكبر، وهو شنو؟ أرد فلوسه وأخليها فوقها في الهدية، أقول جزاك الله خير، أنت فكيت مشكلتي وحليت مشكلتي. وهذا بعدين يشجع، هذا بعدين يشجع من خابره أبو فلان فد 2,000,000 الله يخليك خدمتك، يدري أنا خوش آدمي وأنا ما رح أصير قاطع سبيل المعروف، وأنا ما رح أصير إنسان أناني أقضي حاجتي وعلي حال، لا لا، وحصل ثواب هو لما يعطيني الدين والقرض الحسنة سيحصل الثواب هو، ولكن غير الثواب أنا أنطي شنو؟ أنطيه هدية، لا إشكال في ذلك. أبو علي يقول أنا بقال وأروح أجيب الخضرة والفاكهة والأشياء من العلوة، يقول سيدنا هواي يطلع تعبان، يعني تطلع الطماطة نصها تعبانة، ما أدري خيار كذا، ما أدري إيش، يقول شلون سيدنا أنا شو أسوي؟ يا حبيبي يا أبو علي، أبو علي عيني، شوف أنت من تشتري صندوق الطماطة مثلا 3,000 دينار مثلا، أنت صار عندك خبرة، الصندوق 5 كيلوات من عنده خربان، فتلازم تبيعه بطريقة اللي
هذا الخربان اطلع وين؟ بالطماطة السليمة. يعني الطماطة بالصندوق اشتريت الكيلو مثلا بربع او 300 دينار، وراح يطلع من عنده 5 كيلوات تعبانة، فأنا لازم أبيعه مثلا ب 700 دينار. ليش؟ لأن حتى أطلع قيمة التعبان بهذا السليم وأربح بها، هذا عادي. فحسب تعبيرنا يعني أنا أجبر الفاسد ببيع شنو السليم، وهذا شو سوي بعد، هي طبيعة الحياة هي هالشكل. وانت الله يحفظك قنوع وحباب وتقول اشكر الله على ما انا متفضل عليه رب العالمين. نعم هذا الامر طيب، انه انت اما تقول للناس انتوا ابويا استنقوا، بس المستنقى بهذا السعر، المستنقى بهذا السعر، والقوطرة ان صح التعبير قوطرة يعني الـ يعني بدون مستنقى هالشكل يشيلون حسب تعبيرنا الشيلة وحط بسعر آخر. هذا بعد الإنسان هو اللي يقيم كيف يمكن أن يبيع سلعته بطريقة لا يتأثر ولا يخسر فيها ويحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيكم. زين نأتي إلى عدنان. عدنان يقول عندي رصيد في المصرف الحكومي وينطوني أرباح عليه، شنو اللي أسوي؟ سماحة السيد حفظه الله تعالى سيد الخوي مراجع الآخرين قالوا الإنسان يخلي فلوسه بالبنك، البنك إذا أعطاه أرباح هاي الأرباح نصها إلك نصها تصدق بها على الفقراء. يعني مثلا خليت 10 ملايين بالبنك، آخر السنة قالوا لي يابا هاي 400,000 مثلا أرباح، سماحة السيد يقول نصها إلك ونصها بإذن المرجع تطيل الفقراء. لسه فقراء من قرائبك أصدقائك على حال أخوتك ما في إشكال، تتصدق به بنصفها، تتصدق بنصف الأرباح زين والباقي حلال لك. بعد أم زهراء تقول ابني 11 سنة عنده كلية واحدة، ذا كلية واحدة، وصار سنتين يصوم وأنا أشجع على الصوم وكذا، فهل بإشكال؟ لا لا لا، كلية الوحدة الناس يعيشون إلى آخر عمرهم، وخصوصا الحمد لله هو هم ما شاء الله متعافي ونشط، فجزاك الله خير، شجعي على طاعة الله. شوفوا إخواني خلي أقول لكم كلمة، قد الوقت شوية أخذنا بس خلي أقول لكم كلمة. أطفالنا كل ما نتعب عليهم بصغرهم ونراقبهم بكبرهم وحسب تعبيرنا بشبتهم أيام المراهقة والبلوغ، كل ما نتعب عليهم في هالمرحلة هذه راح إحنا نرتاح في مستقبلهم، نرتاح. اتعبوا على أولادكم وهم صغار، اتعبوا على أولادكم وهم ماذا في الابتدائية في المتوسطة، إن هذه يحتاج إلى ماذا؟ عناية كبيرة وفائقة، لأن المؤثرات والمفسدات والمضللات في المجتمع كثرت أسبابها. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. زهراء تقول على حال واحد من أرحامي غير ملتزم وأنا أنصحه وهو يائس من رحمة الله، يقول أنا على حال ماكو فائدة من ورايا، وكأنما على حال لا يرغب في إصلاح نفسه. شوفي يا زهراء، الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة على مصراعيه. يعني شنو على مصراعيه؟ يعني قال أيها الناس، شوفوا تعابير بالقرآن موجودة بس راح أتكلمها بطريقتي أنا. أيها الناس سويتوا بحياتكم، سويتوا كل ما سويتوا، كل ما ارتكبتوا، كل ما أخطأتم، كل ما جنيتم، فإني غفار لمن تاب، أن أتوب. ولكن إذا كان حقوق الناس انطوها، إذا كان ظلم الناس روح تراضوا وياهم، بس وياي أنت مثل عفت صلاتك، اترك صلاتك، ما أدري لا سمح الله سويت زنا، سويت كذا، تب إلى الله. الله يقول أنا أقبل التوبة عن عبادي، أنا أقبل التوبة.
ممن؟ ممن؟ ممن حتى لو أسرف على نفسه، أسرف يعني سوى أزيد من اللازم، إسراف يعني شنو إسراف؟ يعني أكثر من اللازم. اللي أسرف على نفسه، اللي أسرف على نفسه وارتكب الجنايات وارتكب المعاصي وارتكب الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة له، قال بس أنت تعال قل يا ربي أنا نادم، يا ربي أنا رجعت إليك. فيمكن للإنسان، يمكن الإنسان أن يتوب إلى الله. اليوم التوب أفضل من بكرة، ليش؟ لأن ما معلوم بكرة على قيد الحياة. اليوم التوب أفضل من بعد ساعة، لأن بعد ساعة ما معلوم قد يكون أجلك يجي. فلذلك الإنسان ما يأمن حياته متى تخلص، فلذلك لابد أن يعجل في التوبة ويرجع إلى الله رب العالمين، يقبل خصوصا الشاب اللي عليه حال يرجع إلى الله بعد لذات تلذذها وبعد أخطاء قام بها. فنفسه الأمار بالسوء والتي سولت له المعاصي هو عليه حال يروضها للتقوى إن شاء الله تعالى. هذه مسألة الأخ اللي مرتكب معاصي وما يرضى يتوب، نقول له ارجع لله والله سبحانه وتعالى يقبلك. تقول أنا عندي 4 بنات ومتدينات وعليه حال متربيات الله يحفظهن، والآن حامل والناس يقول ها راح تجيب الخامسة، هاي أم البنات هذه. ليقول الناس ما يقولوا يا أختي، ليقولوا ما يقولوا. إيش قدهم قالوا على رسول الله؟ قالوا رسول الله هذا أبتر، هذا ما عنده جهال وما عنده ذرية، أبتر يعني مقطوع ما عنده أحد. الله إيش قال له؟ إيش قال له الله؟ إنا أعطيناك الكوثر الزهراء، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، شانئك يعني عدوك هو الأبتر. الآن الزهراء وين أشوف ذريتها؟ تارسين الدنيا، ذريتها أولادها. على أي حال البنت رحمة وريحانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ذرية من الذكور حتى على حال زوجك يريد أولاد، لا بأس، هذا الله سبحانه وتعالى هو اللي يرزق، الله هو اللي يرزق. وكقضية علمية حتى تبقى في بالك وتقول لي لأبو زهراء لزوجك ما أعرف على حال بنتك شو اسمها، قل لي السيد يقول والعلم الحديث أنه يعني الجينات اللي تسوي هاي يعني الحمل يصير بنات هو من الرجال، الرجل هو تأتي ماذا على حال الخلايا أو الجينات الأنثوية، يعني إذا أكو بنات فهو من زوجك، وإذا أكو أولاد، إذا أكو أولاد هو ماذا من عندك، فهو اللي جاي يسوي البنات مو أنت، واضح يعني علميا. فللأسف الآباء يصور أن النسوان هي تجيب، أنت من عندك البنت هي أنت تجيب على حال حسب تعبيرها، ما أجيب المصطلحات من العلمية كروزومات ما كروزومات، ما أريد أجيبها المصطلحات، عموما من عندك هي. ولكن على كل حال كله خير وبركة، الله يرزقكم أولاد صالحات وذرية طيبة. لا تتأذين بكلام الناس، لا تتأذين بكلام الناس، كلام الناس على أي حال لا ينفع ولا على أي حال ولا يضر إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يعافي جميع المرضى، بالخصوص من قلدني الدعاء، وكذلك والدتي الحاجة الله يعطيها العافية وجميع مرضى المؤمنين، ويعجل في ظهور إمام زماننا ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهداءنا، يرحم عزنا شهداءنا وجرحانا المعوقين من المجاهدين. اللهم عافهم بعافيتك وداوهم بدوائك، وارفع عنهم الأذى والألم يا رب العالمين. أصلح أمرنا، أصلح بلدنا، اللهم اهدي الفاسدين واقمعهم إن لم يكونوا قابلين الهداية، اللهم اقمعهم واخلعهم وافضحهم على رؤوس الأشهاد. أنا أمس أذاني تقرير إجاني أنه فلان أمس يعني اعتقلوه، وملايين الدولارات ومليارات بايقها هو وزوجته، وطلعوا صورته قاعد بالمكتب مالته كاتب
وما توفيقي إلا بالله. قلت شوف الحرامي باسم الله وباسم الآيات القرآنية هم يسرقون، اللهم اشتثهم من الأرض اجتثاثا، اللهم اقلعهم وافضحهم على رؤوس الأشهاد بمحمد وآله الطاهرين. ونسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.